مستمعين ديالي السلام عليكم، انا رجعت لكم باش نصايب معكم واحد البسطيله ديال الحوت. واسهل ما يكون غنعطيكم واحد الطريقه سهله احبائي الكرام، اختكم نعيمه دائما كتسهل لكم الامور. واحد البسطيله ما كطلبش بزاف الوقت ما والو، دغيا دغيا. هانتوما هنا عندي الورقه البسطيله محيده من هنايا، الحوت ديروا اللي بغيتو. وانا دي بريفيرونس كندير الحوت الابيض، هانتوما الحوت الابيض كالامار. انا شريت هاد الحوت دراسكا، انا هادو غادي ندخلهم الفران، الكالامار والحوت البيض غادي ندخلهم الفران في الطاوه هنايا. ودونك غادي لي كروفيت هادو ابري غادي نسوطيهم ابري. وعندي الشامبينيون، الا عندكم الشامبينيون طري ديروه، ما عندكمش ديروا هذا زويون حتى هويا. وعندي هذا الدزين كروفيت الدزين. ودابا الطريقه باش غادي نبداو، بسم الله ناخذ شي ماكينه هنا. غادي ندير هنا واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص طوماط، وعرفتوا الحوت كيمشي مع الحار. هنا غندير واحد، هانتوماهي ندير واحد نص كويس الماء طريه، ندير شويه الملحه غير شويه، هانتوما ما عامراش هاد المعلقه. البزار ثاني كذلك، هانتوما راه ما عامراش، راه هادي فاسكه غير الربع، غير الربع تا هو ديال الخرقوم. سكنجبير كيتمشى مع الحوت، غندير واحد المعلقه ممسوحه. والتحميره راكم عارفينها كتمشى مع الحوت، معلقه صغيره عامره. وعندي الثومه، انا دو بريفيرونس كنبغي هاد الثومه ديال المطحونه، غنديرها حتى من بعد تنبدا نقلي في هادشي. الحامض معصر، ها انتما لقيتش عندي الحامض الاخر، هادي غنقسمها ونحيد العيبابه ديالها. الحوت يبغي الحامض صافي، ونقصبر معدنوس صافي، نقطعو هنايا ونديرو هنا. لاباز ديال هاد البسطيله هي شرموله، اللي كتكون شرموله زويونه كتجيك كتجيك البسطيله زوينه. ندير واحد السكويز ديال الزيت، هانتوما كاس ما عامرش ديال زيت العود وزيت الروميه، ايوا كنزيد واحد شويه الماء غير شويه باش كيتحل لينا داك الخليط، بحال اللي درت كاس صغير ديال اتاي. هانتوما نحيدو حتى شي حاجه نبلعوها، هانتوما كيجي ليك الخليط كما قلت لكم، راه ساهل واحد البسطيله ساهله لاصوص. نحيد هادو نديرو في الفران كي بديكم. الكالامار حتى هويا انا هادي غندخل الفران عادي بحال اللي كطيبو الحوت، غير هو راه عرفتي الحوت ديال البسطيله ما غاديش نطيبوه حتى كيتكرمل. اول حاجه غادي نبدا بها بعداك هي الشعريه الصينيه. انا ندير الماء طايب، عرفت نحطو هادي نخليوها في الماء طايب واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق. راه عرفتوها دغيا درت فيه شويه ديال الثومه في الحوت اللي في الفران، هذا غنديرو هنايا درت واحد 4. جربوا هاد الطريقه ديال هاد البودره كتجي زوينه. انتما احبائي الكرام هنا ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وهذا التزيين انا غادي نديرو شرموله، وهذا حتى نقرب نحط عاد غادي نسوطيه في المقله. المهم ندير له شويه ديال الشرموله نخليه، هذا غنخليه شات واحد الطاجين فاش غنحرك كلشي يطيب فيه كلشي. درت واحد معلقه كبيره ديال الزبده باش نسوطي فيها الكريفات ولا الشامبينيون. انا قلت لكم واحد البسطيله سهله، يعني راه ما فيهاش تعقدات بزاف، ما من المبتدئين يصيبوها، ما فيهاش تمر بزاف. الحوت على الشوا ديالكم، ديروا الحوت اللي بغيتو. انتما غادي ندير هذاك، انا حليته من هاد البواطه ديالو غسلته ورجعته فهاد البواطه، عرفتي الكروبات راه مطيبين دايجه عا بوحديتو. غادي ندير حداه الشامبينيون اللي تقلى ورجع معكم.
نتوما كتجهدوا عليه البوطه باش ما يعمزش داك لي كروفيت. هذا بشي زويون شويه ها هي. غادي نشد شويه ونقطع بالموس بلا بالمقص باش ما تجيش طويله في الماكله. هي انا جبت هذيك الشعريه الصينيه هي كنشربها هذيك العطريه اللي درت هذيك الشعر هذيك العطريه. انا الشعريه طويله كنقصوا منها بالمقص نقطعوها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ها هي انتهت الصافي انا غنطفي عليها. هانتوما شوفوا ما كتجيش فيها لاصوص باش ما يقطعناش الورقه. هانتوما ناشفه دابا غنخليها تبرد ونشوف ديالي. شوفوا الحوت راه في الفران حسن من تقلي و هانتوما شوفوا صافي طار الزبده. انا بغيتو على الطريقه 10 دقائق في الفران من الفوق ومن التحت. دابا غنطفي عليه ونخرجه ونخليه يبرد وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الكروفات. داكشي راهم بردوا تقريبا نجيو زوينين ندوقو دايما الملحه. انا سي تري بيان بور موا. دابا ها انتم هذاك الحوت ولا الكلامار كيفاش خرجوا. دابا انا غنشد هذا الحوت هكا ها انتم راه زبده. دابا نخلي واحد شويه انتما غير في الطاوله باش ما تبقاوش ترونوا انتما. هذه انا هذا بغيتو ابخي غنوري لكم واش ندير به. هذا انا غنفرتو هنايا انتما هي الكلامار. نوصيكم ما طيبوش بزاف باش ما يقصحش. كطيب بزاف كيجي قاصح. هانتوما نخلط داك الحوت وداك كلشي نحطو مزيان كيما نحسن من الليت. انا كتعرفوني كنبغي نخلط بيدي. راه جات واعره واحد المذاق دوبت هنا الزبده ونزيد عليها شويه الزيت. هنا كل عاد نخدم بها ورقه ماشي بحال ديال المغرب. مي صافا راه زوينه هذه الجديده اللي جبت ماشي كاين حيت كاين وحدين كيتباعوا كتجيهم كيقاسحين. مي هذه هانتوما يا زوينه. خلي هذا هنايا وانا راه كنبغي ندهن بيدي بلا بانسو. هانتوما احبائي الكرام انا كنبغيش نخبي عليكم حتى شي حاجه بلا بروتوكول بلا حتى شي حاجه. انا اي حاجه كنديرها كنخدمها في الدار ديالي كنديرها معكم. هادي هادي انا ما غتكفاني شي نخدم بها ونزيد وحده اخرى. انا صيبت هذيك الورقه هنايا وانا كنخدم في هاد المقيله عندي كبيره كتجي زوينه. هنا بشويه الزبده بسم الله غادي نبداو ندير جوج وحدينات هنايا. ندير انا كبيره نشاركها معكم. نتمنى يكون الشرح واضح. انا نخدم بيدي احبائي الكرام نخدم بيدي. كتعجبني الخدمه بيدي باش كتسرح ل تعرف واش كديرو. دابا انا الفرماج غادي ندير شويه بحال اللي نفرق بيه اختياري. بغيتو ديروه ديروه ما بغيتوش ديروه ما ديروش. هانتوما كتفرقو هذاك بالكم شي حوت في الجيجيها فرقوه هكايا هنا وركو عليا بيديكم. هذاك الحوت اللي حيدت هو هذا انا غنديرو من الفوق. هنا نفرقوه عليها كلها. شفتوا احبائي الكرام راه ماشي طرو كومبليكي ما والو. هي وغادا ندهن ثاني الورقه البسطيله ونرجع معكم باش نطوي البسطيلات هذوك الوريقات.
صافي كنبداو بسم الله. انا ضروري غادي نستعين بالبيض، انا درت بيضه هنا طربتها ضروري حيت هاد الورقه ني شويه، نتمنى يكون الشرح واضح نياتي، نتمنى يكون الشرح واضح. هانتوما كنبدا نغلفو فيها، كنحط هادي بداك الوسط، لكن ما قلت لكم راه أسهل ما يكون. صافي بسم الله، وكنبداو نلمطو فيها. مبغاش نلصق ليكم ديرو شق ديال البيض، هاهي كطلع ما شاء الله، وكل حاجة هانتوما ملي كتلقاوها شوية تهزات ديرو لها شوية البيض، حيت هاد الورقة شوية واقفة ما شاء الله، هاهي طلعت، ديرو ورقة فوق منها. ونرجع معكم للتزيين عاوتاني، بقى ما ساليتهاش. هنا ندير شويه التحميره وشويه الزيت، هنا باش كتعطي داك الكولور ديال الحوت، وكندهنوا حتى هي كلها هكا. هنا سمحوا لي راه ما بغيت كاع نخدم بالبانسو، جو بريفير نخدم بيديا. هذا ها نتومايا هاد الورقة هادي من هنايا، بحال لي كنلويو هاك، هانتوما هي، أو كنخشيو هانتوما، شوفو هادي كنخشيوها هنا، هانتوميا سمحوا لي راه حيت التليفون سخن ليا ما بغاش يسجل، مي راه ساهل هانتوما وريت لكم الوريده كيفاش ديروها. دابا انا قطعت شويه ديال الورقه، نغمس هذيك التحميره والزيت اختياري، ما بغيتوش ديروا هذا الزواق ما ديروش. ما كاينش زبيبه ديالي، هانتوما يا شوفوا راه ما شاء الله كتجي زوينه وكتجي واعره، وانا ما غاديش نطيبها دابا تيدخلوا تنبغوا نحطوا العشاء، حيت عندها واحد 15 مينيت دغيا كطيب، كلشي طيب فاعل، ورقة تحمر لينا. ونتلاقى معكم ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم، ونتمنى يكون الشرح واضح. هانتوما يا الكروبات اللي خليت قبيله، درت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وانا غادي نشعل عليه البوطه ونصوطيه، ما نصوطيه حتى نحط البسطيله حيت باش يبقى سخون. ورجع معاك كطيب، طيبتها من التحت وشعلت عليها من الفوق. صافي انا غنخرجها دابا ونطلقها في التقديم. البيع الكرام ديالي غادي نبداو نحطو دابا، هانتوما ما شاء الله كيفاش طابت. دابا انا غنديرها في الطبسيل ديال التقديم، هانتوما يا سلام ها فوالا وليك خبات اللي قليت الزواق لكم الاختيار المتبعين ديالي. انا غنحط على الذوق ديالي، وانتم خطوا على الذوق ديالكم، وشويه ديال القزبر بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، اختياري لمسه كلمسه. انتما ما شاء الله راه كي جات، شوفوا نتمنى تعجبكم وتصيبوا وحده بحالها ان شاء الله.